السلام عليكم يا شباب، رجعت لكم بمقطع جديد وحلقة جديدة من لعبات كاركس دريف ريسينج. واليوم سوف نقوم باستمرار بس هذه السلسلة، وإن شاء الله سوف نقوم بتنزيل مقطع جديد وتحدي جديد. وطبعا الزغاي لدينا السيارة المعشوقة الجماهير، السيارة اليابانية الأسطورية، وهي نيسان جي تي آر آر 35 كما ترون الزغاي قدامكم باللون الأحمر، وسوف نقوم بتعديلها على السريع. وعدلنا السيارة كما ترون الزغاي قدامكم، وبسم الله نبدأ في عمل التحدي. نضغط على دريفت وبعدها تراك الخاص بس التلج ونقوم ببدء التحدي. وإلى هنا تنتهي حلقتنا اليوم، إن شاء الله تعجبكم الحلقة، ولا تنسوا تدعمونا بالضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة، ما بقي شيء على 2000، وإلى اللقاء سوف ألقاكم بفيديو تاني، ومع السلامة يا أصدقاء.